لي نواس الفتل فك. شو هو نواس الفتل؟ عندك ساق أفقية مثقوبة من المنتصف، شفتها؟ تهتز حول سلك فتل شاقولي في مستوى أفقي. شو اللي عم يخلي، طبعا هلا بنمثلها على اللوح، شو اللي عم يخلي هذه الساق تهتز؟ ننزل على النتيجة اللي تحت، ان الساق المعلقة بسلك الفتل، هذا السلك الشاقولي شو بنسميه؟ سلك الفتل، تهتز في مستوى أفقي حول سلك الفتل الشاقولي بتأثير، هذه اللي بدنا إياها. دون لي هالجملة، عزم مزدوجة الفتل، ممكن تجيكم خيارات. صفحة 21 يا ابونا، شفتها؟ نتيجة اللي تحت الرسمة، لون لي كلمة بتأثير عزم مزدوجة الفتل. نجي هلا على دراسة حركية، بنرجع على دفترنا بنكتب سؤال دورة على الدفتر، يلا. الدراسة الحركية عندنا سؤال دورة. لسنتكم انتم هام جدا هذا السؤال، لسنت 2023. لأن السنة اجى مسألة نواس الفتل، على سنتكم بالدورة الأولى على الأغلب بيكون في سؤال نظري نواس الفتل، وهذا السؤال النظري الوحيد بالدرس، ما في غيره، سؤال واحد. هذا السؤال بضيفه على دفتر الاستنتاجات، يقول السؤال: مثلا أنا حركة نواس الفتل حركة جيبية دورانية، ثم استنتج علاقة الدور الخاص. نفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها بنواس المرن راح نشتغلها بهذا الدرس. كل ما يقول لك دراسة حركية، أول شيء بتحكي عن القوى الخارجية المؤثرة بالصف. طبعا هي سلك الفتل، هي صار مسقوبة من المنتصف. هلا بنقول أول شيء القوى الخارجية المؤثرة وين؟ في الساق. أكيد شو عندنا أول شيء؟ قوة الثقل، برافو. الساق له ثقل. شو اسمه؟ ضبل. إذا أول شيء قوة الثقل. ضبل. وعندنا قوة التوتر لفوق. و قوة التوتر تي. صور رسمة على جنب. عم بسأل رفيقتكم، قال إذا جسم كان على قوة على سطح أفقي مثل كتاب مثلا حاطه على الطاولة، بقول له قوة توتر ولا هو بطبيعة الحال له ثقل، بس وقت يكون له رد فعل، رد فعل الطاولة على الكتاب، فبيكتبوا آر. قوة التوتر ما بيحطوها إذا ما كان عندك سلك أو خيط. هذا التوتر السلك ما له علاقة بالجسم. أو توتر وخيط، فبتشوف خيط والسلك شو بتحطيه؟ تي. أما أي جسم صلب آخر مستند على قاعدة بيكون في عندك ثقل وآر. بدل شو؟ تشرب الوقت. اذا هاد شباب، هاد سلك الفتل، هاد شو هاد؟ سلك الفتل. تتا هيك تكتب. عندما ندير الساق بزاوية تتا عن مركز التوازن، يعني مسكناها لهي دورناها هيك مثلا بزاوية تلتا دورناها. طبعا هذا الحكي بدنا نكتبه. تنشأ في السلك مزدوجة فتل تقاوم عملية الفتل. مزدوجة فتل تقاوم عملية الفتل. تبع الرمز حطها لهذا الرمز. شو اسمها يا اسطى؟ مزدوجة الفتل.
تعمل على إعادة الساق إلى مركز توازنه. تعمل إلى إعادة الساق إلى وضع توازنه أفضل. طبعا المزدوجة إلى عزم، نعرف هذا المصف التاسع، ويسمى عزمها عزم الإرجاع. يسمى عزمها عزم الإرجاع، ويعطى بالقانون شوف العزم هذا رمز يما عزم مزدوجة الفتل حول محور الدوران. هيك عزم مزدوجة الفتل حول محور الدوران هو ناقص ك متر. هلا بالنواس المرن كنا مسمينه قوة إرجاع، كان ناقص ك بإكس. هون بنشيل لنا الإكس نحط بداله على طول شو؟ تتا. يعني هذا الدرس على طول بنشيل الإكس نحط التتا، والحركة دورانية فبدل القوة بنقول عزم. عزم مزدوجة الفتل بتساوي ناقص ك بتتا. بنواس المرن مين اللي كان عم يخلي الجسم يرجع لوضع التوازن؟ قوة الإرجاع. هون عزم الإرجاع. هون مزدوجة الفتل يلي لها عزم الإرجاع. كمل جنبها. جما العزم يعني يتناسب طردا مع تلتا ويعاكسها بشو؟ بالإشارة. جما يتناسب طردا مع تلتا. تلتا شو اسمها شباب؟ تلتا شو هي تلتا؟ زاوية الفتل. برافو. تلتا زاوية الفتل. هذا الحكي النظري بدك تكتبه ضمن الدراسة الحركية ضمن هذا السؤال. هلا من اللي بعد منا نطبق نظرية التسارع الزاوي. في لها اسم ثاني، شو يا جودي؟ العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني، هونيك شو كنا نسميها؟ قانون نيوتن الثاني. العلاقة الأساسية في التحريك الانسحابي، هذا شو بنسميه؟ العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني، أو باختصار شو بنقول؟ نطبق نظرية التسارع الزاوي. شوف النظرية شو بتقول لك؟ سيجما للعزوم مجموع العزم يساوي اي دلتا ب 1000. شلون ذكرت لهم شغله؟ شوف عندك نوعين من الحركه، انسحابي دوراني. انسحابي شو؟ دوراني. بالانسحابي بنقول اف هون يقابلها جما، هون قوة هون عزم. هون بنقول ام كتلة، هون يقابله اي دلتا عزم على طالب. يعني هي بتصير هي. هون اكس هي تقابلها تتا. هون في هي تقابلها اوميجا، هي سرعة خطية سرعة زاوية. هون هي تقابلها الفا. هذا التقابل الشكلي بيناتهم بين الانسحابي والدوران. يعني هالرموز بتصير مثل هالرموز. تبعتوا كيف؟ بضل لازم واحد يعرفهم قبل البكالوريا، ما بيعرفهم يكتبهم على جناب، فنحن نتذكر شو كان قانون نيوتن الثاني. يعني سيجما اف يساوي ام بي ار، انتبه، الاف بنشيلها بنحط العزم. الاي دلتا بنشيلها بنحط الام، او الام بنشيلها بنحط اي دلتا، بنشيلها بنحط الف، لاحظ من هون جاي. انتبهت؟ يعني هي نفس دراسة نواس المرن، ولكن غيرنا الرموز
بما يناسب الحركة الدورانية. إذا هاي شو اسمها هاي الألفة؟ مين بيقلنا؟ التسارع الزاوي. الأ تسارع خطي، ألفا تسارع زاوي. الأي دلتا هاي عزم عطاء الساعة. أما هون فينا نحط قيمة جبرية فوق الألفة. عزم عطاء الساعة حول محور الدوران. سيجما العزوم يعني بدنا نجمع العزوم. عندنا عزم، مين اول قوه كانت هنيك؟ دبليو حول محور الدوران. دلتا هذا محور الدوران، شو عم نسميه؟ دلتا. دلتا شو يعني؟ محور الدوران. شو عندنا لسه؟ عزم التوتر صار شغلتين حول محور الدوران. شو عندنا لسه؟ عزم كيف ما عندنا شيء مزدوجة الفتل حول محور الدوران. إذا عندنا ثلاث عزم يساوي الطرف الثاني مين؟ اي دلتا بألف. هدول عزمهم صفر، تعملوا هيك اشاره بالامتحان تكتب له صفر والتعليل عليه علامه. لان اذا بنرجع على الصف التاسع ما انتهينا عدم عزم القوه، مين بيتذكر؟ اذا كان حامل القوه يلاقي محور الدوران او يوازيه. هون انتبه على حامل القوه، الكل انتبه معي. محل اللي رسمنا الدبليو هذا حامل القوة، وهذا ما منطبقين على محور الدوران، هيك محور الدوران هو السلك هذا. هذا منطبقين على مين؟ على محور الدوران، إذا هون لأن حامل القوة يلاقي أو منطبق على محور الدوران. لأن حامل القوة منطبق على محور الدوران. هذول معدومين، مين ضل؟ عزم مزدوجة الفتل. منعوضها شو بصير معنا؟ عوضها ناقص ك بتتا تساوي اي دلتا دل. هذول شو بدنا نعوضهم؟ صفر صفر. اتركوا القلم شوي عشان تعرفوا شو عم تكتبوا. اتبعوا على الالفا، مشتق التتا هو الاوميجا، مشتق الاوميجا هو الالفا، معناه هذا الالفا هو المشتق الثاني لتتا. تتذكروا مثل ما عملنا بالبي والاكس نفس الطريقه، كان الا هو المشتق الثاني لاكس، هون الالفا هو المشتق الثاني لمين؟ لتتا. اذا شو بصير معنا؟ انتبه، بصير معك ناقص ك بتتا تساوي اي دلتا بي. بدنا نشيل الحط بدالها تتا فتحتين، طبعا الاشتقاق بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن. مثل ما تعلمنا الدرس الماضي، بس انا اقول لك دراسة حركة يعني اعزل التسارع، يعني اعزله لهذا يلي فيه شو؟ فتحتين. شو بتصير؟ تتا فتحتين بالنسبة للزمن. بدنا نقسم على الامثال، هيدي امثالها ناقص ك على اي دلتا بمين؟ بتا. هي قسمنا على مين؟ قسمنا على الامثال. هيدي العلاقة رح نسميها علاقة أولى. كل يكتبوا. وصلنا لهون. شو اسمها هي يا حلوة؟ شو اسمها هي؟ معادلة شو؟ تفاضلية. أحسنت، اكتب. وهي معادلة تفاضلية.
وهي معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية. ليش مرتبة ثانية؟ في فتحتين. من المرتبة الثانية تقبل حلا جيبيا من الشكل قلنا بدل اكس شو نكتب؟ تتا تساوي بدل اكس ماكس شو نكتب؟ تتا ماكس بكوساين اوميجا 0 تي زائد فاي. طبعا نفس اللي شفناه بالنواص المرئي بس بدل الاكس شو نكتب؟ تتا. كم مرة مشتقة؟ مرتين مثل ما عملنا بنواص المرئي، اشتق مرتين. يا أول اشتقاق هذا شو بصير اسمه؟ تلتا فتحة بالنسبة للزمن واللي هو نفسه مين بيذكرنا؟ سرعة أوميجا السرعة الزاوية. هون شو كان اسمه؟ في. هون شو اسمه؟ أوميجا. أوميجا بيساوي تطلع الأوميجا صفر لبرا المشتق الكوساين ناقص ساين تلتا ماكس ثابتة تطلع الأوميجا صفر لبرا تصير ناقص أوميجا صفر بتلتا ماكس مشتق الكوساين ساين أوميجا صفر تي زائد فاي. يا المشتق اللي بعده اسمه تتا فتحتين بالنسبة للزمن شو بنرمز له؟ ألفا يساوي ناقص تطلع الأوميجا صفر تنضرب بالأوميجا صفر ناقص أوميجا زيرو مربع بتتا ماكس والساين بيرجع بصير كوساين. هدول بنجمعهم مع بعض هدول شو اسمهم؟ تتا. شو بتصير تتا فتحتين؟ بالنسبة للزمن ناقص أوميجا صفر مربع بتتا وهي العلاقة رقم اثنين. هاي سميناها واحد هاي بدنا نسميها شو؟ اثنين. طبعا فينك تقول بالمقارنة فينك تقول بالمطابقة فينك تقول بالموازنة كله نفس الشيء. أنا بحب المطابقة. بالمطابقة بين هدول نقول له بالمطابقة بين واحد واثنين نجم هاي الأولى وهاي الثانية. ليك هاي نفسها هاي وهاي نفسها هاي وهاي نفسها هاي معناها المختلف بيناتهم بده يكون متساوي. مين ومين؟ هذون مثل هذون يعني الشغله بالمطابقه بيشبهوا بعض شيلون المختلفين طابقهم مع بعض ساويهم مع بعض. اذا اوميجا صفر مربع يساوي ك على ايدل. شو بنعمل مشان نشيل التربيه؟ بنجزر تصير اوميجا زيرو يساوي تحت الجذر ك على ايدل. كبر الجذر هون. بعد شو كنا نقول؟ كنا نطش اكبر من صفر نقول له لان ك واي دلتا موجبه
بس نوصل لهون مثل ما تعلمنا سابقا. شو نقول؟ لا في جملة بدنا نقولها هون. هون شو؟ فالحركة جيبية شو اسمها هون؟ دورة. فالحركة جيبية دورة. وإذا بدك توضحها زيادة بتقول له تابعها الزمني من الشكل. شو شكل التابع الزمني؟ تتا تساوي تتا ماكس بي كوساين اوميجا صفر تي زائد. طبعا بالامتحان لهون يكفي الكتاب. التابع الزمني نفس التابع اللي انطلق منه. هلا السؤال بيجي شقين، شق هيك شق بيسألك عن مين لنا؟ عن الضوء. علّه الأوميجا صفر طلعت تحت الجذر هي على أيدل. هاي طلعناها من شوي. هذا بس كبرونا إياها. هذا الجذر عفوا خلوه كبير، يعني تخلي بسط البسط. ولكن كلياتنا بنعرف إن الأوميجا صفر هو 2 بي على 9. بالمقارنة بيناتهم تطلع هاي مثل هاي، تطلع ك على اي دلتا بيساوي 2 بي على 9. هاي قارنا بيناتهم. طب شو بنعمل؟ تطلع تي صفر لهون تنزل هاي لتحت، نبادل بين الطرفين. تي صفر تساوي 2 بي على هي بتنزل لتحت تحت الجذر ك اي دلتا. يطلع الجذر لفوق. علمتك مره بس الجذر يطلع لفوق ينقلب. شو بصير؟ 2 بي تحت الجذر اي دلتا على وهو مش ما قانون المرن هونيك كان ام على ك. هون شالوا الام حطوا بدال مين؟ اي دلتا. اول نتيجه هلا التتا ماكس هون هاي شو اسمها التتا ماكس؟ السعه الزاويه. شو اسمها؟ السعه الزاويه. طيب إذا كبرت التتا ماكس الدور بيكبر ولا بينقص؟ لا يا زكي، لا بيكبر ولا بينقص، لا يتغير. عين ليه؟ لأنه بقانون الدور ما في تتا ماكس. إذا مهما زدنا السعة الزاوية لا يتغير الدور الخاص. إذا أول نتيجة لا تتغير قيمة الدور الخاص، لا تتغير قيمة الدور الخاص. بتغيير السعة الزاوية. الحركة. طبعا فينا نقول بتغيير، فينا نقول بتغير، ما بيأثر. اثنين. شوفوا عزم العطالة. بالبسط ولا بالمقام؟ عزم العطالة اي دلتا بالبسط. بالبسط قلنا اللي بالبسط بيكون تناسب طردي. اذا نكتب يتناسب الدور الخاص. نتيجة ثانية يتناسب الدور الخاص طردا طردا مع الجذر التربيعي لعزم العطالة. اي يزداد بازدياده وينقص بنقصانه. اي يزداد بازدياده وينقص بنقصانه. نتيجة الثالثة ينقص الدور الخاص، ينقص الدور الخاص مع
بنقصان طول سلك الفتل ينقص الدور الخاص بنقصان طول سلك الفتل. لأن طب قوسين فسر هذا شو ما يبي من عم تجي هذا الحكي من وين عم يجي في قانون لكين بدنا نحفظه مع بعض كشو اسمه بالمناسبة شو اسمه ليش هون في نوبة؟ ثابت فتل سلك التعليق يا عمري هون ما في نابض ما في نابض بتكوني مثل الببغاء يعني هذاك اليوم كان اسمه ثابت صلابة النابض بضل كل عمره ثابت صلابة النابض يعني إذا كان فارس ابن برهان جقل يعني فارس ثاني شو تكون ابن برهان جقل مثلا شوف كا هونيك كان في نابض كان اسمه ثابت شو صلابة النابض هون في سلك تعليق اسمه ثابت فتل سلك التعليق هذا له قانون بدنا نحفظه ك تساوي ك فتحة من مضغط كسر من مضغط كسر 2 ار أس 4 على ال هذا القانون لكن هاد 2 ار قطر السلك توالي السلك بهذا الشكل اسطواني الشكل يعني مقطع ودائره ف 2 ار هو قطر السلك ار نصف القطر 2 ار قطر 2 ار هو قطر السلك ال هاي طول السلك ال هاي شو؟ طول السلك. هل كي فتحة ثابت يتعلق بنوع مادة السلك. يعني حسب السلك من شو مصنوع هذا الثابت بيكون منه. طيب وين بدي يفيدنا القانون؟ شوف الدور ركز معي المحاكاة العقلية العلمية بالفيزياء الدور يتناسب عكسا مع ك ولكن ك يتناسب عكسا مع ال معناها الدور يتناسب طردا مع ال هاي كانت نتيجتنا الأخيرة اقرأ آخر نتيجة شو كانت؟ يزداد طول سلك الفتل يزداد الدور الخاص بازدياد طول سلك الفتل يعني التناسب بين ينقص بالنقصان ويزداد بالزياده معنى هذا التناسب شو نوعه؟ طردي نرجع بنعيدها التي صفر عكسا مع كي والكي عكسا مع ال معنى التي صفر والال طردا مع بعض او هنا تقول باخذ لها الكي حطها هون بهالمقام شو بصير؟ اذا حطيتها بالمقام تي صفر تساوي 2 بي تحت الجذر اي دلتا على شيل الكي حط بدالها هاي كي فتحة ب 2 ار اس 4 عمي على ال اول مقلوب الثاني ال وين راح تطلع؟ لفوق بدها تصير 2 بي تحت الجذر اي دلتا بي ال على 2 ار اس 4 بكي فتحة لاحظ صار التناسب طردي بين مين ومين؟ بين تي صفر والال هلا محل اللي تفسر بتكتب العلاقة وين كتبت العلاقة؟ بتكتب القانون بتكتب القانون اكتب جنبه اي التناسب طردي التناسب طردي بين الدور الخاص
وطول السلم. ايه تكملت التفسير. اي التناسب طردي بين الدور الخاص وطول السلم. نفتح كتابنا صفحة 24. يا عندنا بالصفحة 24 التشابه الشكلي بين النواس المرين ونواس الفتل. من نواس المرين الحركة جيبية انسحابية. لون كلمة انسحابية. بنواس الفتل دورانية. لون كلمة دورانية. بنواس المرين المطال عم رمز له اكس. بنواس الفتل بسميه مطال زاوي برمز له تتا. بنواس المرين السرعة اسمها سرعة خطية في. هون سرعة زاوية اوميجا. هونيك المشتق الاول لاكس. هون المشتق الاول لتتا. بنواس المرين تسارع خطي رمزه آ وهو المشتق الثاني للمطال. تحت اسمه تسارع زاوي ألفا وهو المشتق الثاني لتتا. بنواس المرن اسمه كتلة. بنواس الفتل اسمه عزم. هون بحطوا الكتلة ام بالقانون تبع الدور. هون بحطوا بالقانون تبع الدور عزم العطالة اي دلتا. بنواس المرن بيقولوا ثابت صلابة النابض ك. بنواس الفتل بيقول ثابت فتل السلك كمان ك. هون القوة اللي بترجع الجسم لوضع التوازن هي قوة الارجاع. هون عزم الارجاع. هونيك اف هون جاما. هون الطاقة بيسموها كامنة مرونية رمزة اي بي بتساوي نص ك اكس مربع. هون بالفتل نفس القانون بس عين بالقانون شو عم يصير. بدل الاكس عم نحط تتا. بدل الاكس شو عم نحط؟ تتا. هون الطاقة الحركية نص ام في مربع بتشيل الام بتحط اي دلتا. بتشيل الفي بتحط اوميجا. بيطلع قانون الطاقة الحركية لنواس الفتل. اخر شيء الطاقة الميكانيكية بالاولانية اي توتال تساوي نص ك اكس مربع ماكس. اما بالتانية نص ك تتا مربع ماكس. اختبر نفسي وظيفة مع المسائل.